مرحبا، أهلا بكم ببرنامج كومنت. حلقة جديدة اليوم وبها كثير من الأخبار والتفاصيل والترندات اللي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي. راح نحكي بكل ترند وبكل خبر انتشر وسوى ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي. أنا دائما أقول قبل ما يصير أي خبر ترند هو صاير بحياتنا وصاير بواقعنا، لكن يصعد ترند بالسوشيال ميديا بما أنه الحداثة والتكنولوجيا ده تحكمنا وده تحكم عالمنا، فأكيد كل خبر يصعد ترند. فإحنا شنو لازم نتداول الموضوع أو لازم نتداول الأخبار اللي تنتشر عبر السوشيال ميديا. اليوم عندنا أول خبر أو أول ترند صعد يوم أمس بمواقع التواصل الاجتماعي هو عن منتسب. الخبر الأول هو راح أحكي لكم القصة، حتى من نشوف الفيديو راح تعرفون شنو قصة هذا المنتسب. منتسب متزوجة 3 نسوان، اللي راح له الكلام، راح للقائد مالته قال له أنا أريد أبطل، أريد أتخلى عن وظيفتي. طبعا القائد مالته قال له لا تبطل، أنا عندي حل إلك. الحل هو أنه أنا أعطيك إجازة 12 يوم تروح تشوف نسوانك الثلاثة. فالمنتسب جاوبه قال له هذا 12 يوم ما تكفي، أنا أريد أشوف عائلتي، نسواني دا يطلبون الطلاق وفي مشاكل مستمرة بسبب عدم نزلتي للبيت أو بسبب ما عندي إجازة أني أشوفهم، دا أشوفهم أيام قليلة وما أقدر أروح أزور كل نسواني حتى أبقى وياهم أو أدي واجبي كرجل أو كزوج لكل بيت من هذه 3 بيوت. خلونا نشوف الفيديو وراها رح نعلق تعليق مهم وتعليق ممكن منتسبي دا ينتظرون هذا التعليق أو الرد لهذا الفيديو وما صاير بيهم أو ما حدث بيهم بالأيام الأخيرة أو بالفترة الأخيرة بواقعنا أو بحياة المنتسبي العراقيين. خلونا نشوف الفيديو. الله وانت تحل قل إذا ما بدي أبطل. ها؟ أبطل شيء. ليش بطل؟ ما هفتت نسوان سيدي وما على حد على جاس. ثلاث نسوان؟ الله شاء سيدي. شنو فتنة رجال تتزايني؟ الناصر هاي أفضل شاعر بك يا سيدي. غيب؟ وانا أبدو الناصر سيدي لو يوم أرجع يوم ما على حد نسوان مشتكات عليه لن طلب. ليش؟ يقول يعني جاستك ما تكفي يعني يوم من يعني ثلاث نسوان ما تتك ما على حد سيدي ما على حد والله ألزم سيدي ألزم الجازة ما كفي له ويشتكي عليه بالمحكمة ويطلقني. زين انطيك 12 يوم كل واحدة لها 4 أيام. زين جزاك الله بالخير سيدي. كفل علي؟ جزاك الله بالخير. يعني 5 أيام عشان طريق. جزاك الله بالخير. فوق وجهتك ولا تبطل ولا علي تبطل. سيدي انا اي علي تبطل. تقول انا مخلف من حيث سوالك؟ نعم سيدي. ايش قد سنطل اللي عندك؟ هذا 4 بنات وولد. الله يخليك. الله يخليك سيدي الله يطول عمرك. كلهم بنفس البيت لو كل واحدة ببيت. لا 2 واحد ووحدة بيت ابوهم قاعد يصير. خوش. لا تدل الهاي. نعم نعم سيدي الله يطول عمرك. ان شاء الله يخليك سيدي. بس عشان عندك. نعم سيدي كلهم. اليوم هسه يجيب طلب من وحدة. نعم. يرفع طلب هسه وترفض عقود الزواج. نعم سيدي. ها علي؟ نعم سيدي. متفقر وتجيب ياها خادم الخامس. لا خادم الرضا علي الله يطول عمرك سيدي الله يحفظك. وراح اعطيك لكل واحدة 4 أيام. بارك الله فيك سيدي. زين هاي 12 يوم الله يبارك فيك راح نطلع المطلوب ويوم ذهاب على مود ترتاح لانه تدري بعد تحتاج شيء بس سلامتك يا الله يطول عمرك. ما تبطل هسه؟ لا سيدي يا سلام هسه ما تبطل مو على سيدي هسه ما تبطل ولا تبطل؟ لا بعد كافي يا الله يا الله يلا 12 يوم لكل امرأة أو لكل زوجة 4 أيام. هذا منطق؟ خلونا من الفيديو، خلينا نحكي على القوات الأمنية وتعبهم وجهدهم، خلونا نحكي على النظام البديل اللي لحد الآن ما طبقته لا الداخلية ولا الدفاع ولا أي جهة. الجندي دا يتعب، المنتسب دا يتعب، دا يشوف أهله أيام قليلة جداً. كنا بفترات لازم الجنود يبقون تحت إنذار معين أو بفترة معينة، لكن هسه الأجواء بالشارع العراقي هي هادئة. ليش ما يتم تفعيل نظام البديل إلى غاية الآن؟ يعني شنو اللي جابره يبطل من حمايته للوطن حتى يقعد يم أطفاله؟ هذا مثال كان انه هو متزوج 3 وثلاثتهم اشتكوا عليه دا يريدون يطلقون من عنده.
يعني هي مناشدة، هي استغاثة للقوات الأمنية بتفعيل نظام البديل. المنتسب دا يتعب، المنتسب ما دا يشوف أهله. يعني أتمنى وزارة الداخلية، الجهات المعنية، وزارة الدفاع تسمع حال المنتسبين العراقيين الموجودين بالشارع اللي دا يتأذون من وقفتهم، اللي ما دا يشوفون أهلهم يعني بحالة طبيعية، هيك يشوفهم كم يوم ويرجع. هذا الانذارات اللي داخلين بها المنتسبين والقوات الأمنية شنو لها داعي بهالفترة هاي؟ انتخابات وزيارة وغيرها وغيرها والقمة خلاص انتهوا كلهم، هسه ليش ما تدفعلون نظام البديل؟ هذه رسالة كانت لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بشأن منتسبي القوات الأمنية بتفعيل نظام البديل بأسرع وقت. نروح لخبر آخر، يعني سوري أنا جوز انفعلت لأن دا أشوف وضعهم بالشارع يرثلة والله جد، يعني التعب والجهد اللي دا يصير بالقوات الأمنية مو طبيعي. المهم نروح لخبر آخر، شرطة محافظة البصرة تلاحق أصحاب الدراجات الذين يقومون بالتفحيض. هذا فيديو انتشر يوم أمس للشرطة وهي تلاحق أهل الدراجات اللي دا يفحطون بأماكن غير مخصصة لهذه الأمور أو التفحيط يم مدارس ويم أماكن يعني الناس موجودة بها بأسواق بشوارع فرعية صغيرة دا يفحطون. نشوف شرطة محافظة البصرة تلقي القبض عليهم وتحاسبهم وتخالف وتسحب دراجاتهم. خلونا نشوف الفيديو. هذا فيديو من الفيديوهات اللي انتشرت بشأن التفحيط في البصرة، يعني يا ريت هذا الملاحقة من الشرطة ومن القوات الأمنية على أهل الدراجات والتفحيط مالتهم اللي صاير بكل مكان. صارت طلعت مدارس بنات، خليني أحدد هنا، نشوف أهل الدراجات والتكاتك كلهم يم المدارس يفحطون ويسوون هذه الأمور اللا أخلاقية بأماكن غير مخصصة لهذه التفاصيل أو لهذه الأمور. مثل ما نشوف، شكرا للقوات الأمنية وشكرا لشرطة محافظة البصرة على المخالفات اللي قامت بها لأصحاب الدراجات. نروح لخبر آخر، مجلس الوزراء يقرر قطع مفردات البطاقة التموينية عن كل. شنو تتوقعون؟ منو المختصين بهذا الموضوع؟ اللي هم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. وزارة أو مجلس الوزراء يقرر قطع البطاقة التموينية. مثل ما نشوف هذا الكتاب الذي أصدره مجلس الوزراء. هو هنا السؤال راح يبقى، ليش؟ شنو ذنبهم؟ مو عراقيين حتى ما ياخذون البطاقة التموينية؟ يعني راح أترك السؤال للمشاهدين، راح أترك السؤال لكل شخص يشوفنا، ليش؟ شنو السبب اللي دفع مجلس الوزراء يقرر ويصدر هيك كتاب بأنه الصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء بصورة عامة ما يكون لهم بطاقة تموينية؟ لكن احنا نبقي السؤال مفتوح والأجوبة احنا راح نستقبلها أكيد. ننتقل لخبر آخر، هذا خبر مهم، خبر سوى ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي. راح أحكي لكم القصة كاملة عن هذا الخبر. برنامج المسافة صفر خلاف الشابندر والبرزنجي ينتقل إلى تويتر، تكذيب واعتذار. طبعاً بعد انسحاب المفكر السياسي غالب الشابندر والباحث السياسي مناف الموسوي من برنامج المسافة صفر بسبب وجود شخصية. طبعاً الشخصية هي رئيس مركز ألوان حيدر البرزنجي. في بداية الحلقة أصبح الموضوع رأي عام، انتقل إلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح أغلب الإعلاميين والمدونين يتكلمون عن هذا الموضوع ويتكلمون عن الانسحاب اللي صار. هذا مقطع فيديو من برنامج المسافة صفر، ببرنامج
للإعلامي نشوان أثناء مغادرة غالب الشابندر من عرف أنه موجود حيدر البرزنجي بالبرنامج. خلونا نشوف الفيديو وراها نكمل تفاصيل هذا الخبر. السيد غالب، دين ينبيعك استاذ غالب، كيف ترى المؤتمر الصحفي اللي خرج به سيد مقتدى الصدر؟ برأيك لماذا هذا الإصرار على تنظيف الحشد، سحب سلاح الفصائل في هذا الوقت؟ هل تعتقد أنه الوضع حرج ما يتحمل مثل هكذا تصاريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وللأخ الكريم والعفو. أخي العزيز، أنا لم أكن أتوقع أن أجد الأخ حيدر معي في التلفزيون صراحة، لأن حيدر يغلط ويفشر، وقد قال مرة أنك يجب أن أعرضك على محلل نفسي، ولذلك انا اعتذر من الاشتراك. استاذ غالب، بعد أبداً ما بدينا الحوار براحتك، خلي يصير مؤدب بعدين، وهاي غلطه من عندكم. خليني ابدي انتقل للحوار. يبدو ان السيد غالب الشابندر انسحب من البرنامج، لم يكن يعلم بضيوفي. ما تحيه طيبه لجنابك الكريم ولضيفك الكريم ولضيفك ايضا الذي انسحب. واقعا انا لا اسب ولا اشتم ولا اغلط للاسف الشديد. كان رأي الشابندر هذا انه ما يريد يكون بمقابله مع البرزنجي، لكن تحول الموضوع، او من بعد الانسحاب تحول الموضوع على تويتر، وصارت التغريدات على الموضوع من الشابندر ومن البرزنجي. أول مرة خلينا نشوف تغريدة الشابندر حول انسحابه من برنامج المسافة صفر مع الإعلامي نشوان. قال غالب الشابندر: اعتذرت لكم عن انسحابي من برنامج المسافة صفر، ولكنني بكل أسف لم أعلم بوجود هكذا ضيف متطاول لا يعرف معنى الاحترام ولا يسرني لقاءه. وأضاف بالقول: اعذروني إخواني، فأني أعلم أن الضيف لا يؤمن بالحوار ولا يدرك أدابه ولا معنى. هذه كانت تغريدة للشابندر بتويتر. خلونا نشوف الرد من حيدر البرزنجي على الموضوع. خلونا نشوف التغريدة الثانية. رد البرزنجي عبر تويتر: ما لا يعلم به الأغلب أن الضيوف في برنامج المسافة صفر قد التقيت بهم قبل بداية البرنامج، وتحديدا غالب الشابندر، ويعلم بوجودي، ولكن انتظر أمام الكاميرا كي ينسحب ويعطي صورة تعاطف وبين. أما أن مناف الموسوي قد التقيت به عدة مرات قبل يومين، كنا في إحدى القنوات وتمازحنا، ولكن ذا يعني أذكرني عند الأمر. حيدر البرزنجي على غالب الشابندر وانسحابه من برنامج أو برنامج لقناة الرابعة والمسافة صفر. ولكن يعني ما انتهى الموضوع اللي هنا، كانت قناة الرابعة لها تغريدة أو بيان بشأن هذا الموضوع أو بشأن الترند اللي صعد من هذا البرنامج. هذا بيان لقناة الرابعة بشأن الانسحاب والضيوف ووجود ضيوف. قناة الرابعة تستقبل جميع الضيوف وكل ضيف، ويعني قناة الرابعة تحترم كل ضيف ووجهة نظره وبحضوره وعدم حضوره مع ضيوف آخرين، مثل ما صار بالشابندر والبرزنجي. هذا كان نهاية الخبر هذا من برنامج المسافة صفر. ننتقل إلى خبرنا الأخير. بعد انتشار صور لطلاب يعبرون على أنبوب ماء للذهاب إلى المدرسة في إحدى المناطق، طبعا مواطن وأصدقاء مثل ما نشوف
أنشأ جسر لعبور الطلاب. قام يعني المواطن محمد جابر وأخوانه بإنشاء جسر لعبور الطلاب في إحدى المناطق تحديدا الخارجية بعد أن شهد معاناة الطلاب بالعبور للمدارس واعتبرها صدقة جارية. مبادرة جميلة، احنا نشكر الأستاذ محمد لهذه المبادرة، بالتالي أنقذ الطلاب. نشوف المأساة اللي تعبر بها الطلاب بهذه الطريقة. خلينا نشوف الصور، هذه الصور للجسر اللي تم إنشاءه أو بناءه من قبل مواطن عراقي ما له علاقة بهذا الموضوع، لكن أنا عتبي على الحكومة، عتبي على الجهات المعنية اللي المفترض هي تنشئ هذا الجسر. مو المواطن اليوم يتصدق على الحكومة بإنشاء جسور وبإنشاء طرق حتى الناس تعبر من عندها أو من خلالها، أو الطلاب يعبرون. محمد تصدق على الحكومة بإنشاء هذا الجسر بمختصر الكلام. وآخر شيء، يعني إذا نريد نتكلم عن هذا الموضوع، خلينا الصور رجعنا إياها. يعني إذا نريد نحكي عن الموضوع، هو سعر برميل النفط صار 83 دولار. أين تذهب المليارات، أو أين تذهب مليارات النفط العراقي؟ نترك السؤال للمشاهدين مثل كل مرة عن هيجي حالات وعن هيجي معاناة دنشوفها بواقعنا، ودنشوفها تصير مع طلاب يروحون للمدرسة حتى يتعلمون، لكن ماكو جسر للعبور. مواطن عراقي هو بادر وسوى جسر حتى الناس تعبر من خلاله واعتبره صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية للحكومة، لأن الحكومة عندها مليارات من النفط العراقي لكن صعب عليها تسوي جسر حتى الناس تعبر به. هذا كل ما موجود اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الترند اللي صعد يوم أمس في السوشيال ميديا. هذا كان آخر خبر ويانا وآخر معاناة كانت ويانا لهذا اليوم عن الطلاب اللي يعبرون فوق جسر أو فوق سلم مثل ما شفناه بالصور. نلتقي غد بأخبار وترندات ومعاناة ومشاكل جديدة. يوم غد نلتقي، في أمان الله.